الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وخصوصا أموات الحاضرين. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة روح المرحوم أبو مهدي تسبق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبو مهدي أبو يوسف محمد حسين، محمد جواد، محمد حسين. صراحة كل ما أذكر هالرجل الطيب هذا وأذكر قعداته الحلوة ومواقفه ندعي له أنه يغفر الله ذنوبه ما تقدم وما تأخر منها ويحشره مع الشهداء والصديقين بحق محمد وآل محمد. أتذكر الأدعية اللي كان يكتبها وكان يقراها علينا، فأدعية كلش لطيفة وحلوة وتعقيبات للصلاة جدا رائعة. كان محضر حلو جدا، ويعني قعدته هي قعدة كلها استفادة وكلها تكامل في طريق الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يحشره مع الأنبياء والأئمة إن شاء الله. الساعة المتوفرة أن أكون بخدمة الأخوان والأخوات إن شاء الله، وراح إن شاء الله نتطرق إلى أمور بسيطة جدا إن شاء الله في سورة الهمزة. ما راح نقدر نكملها كلها اليوم، فراح نقدر اللي نكمل من عنده إن شاء الله، وإذا صارت فرصة بالمستقبل نسوي جزء ثاني على خدمة الأخوان. واحتمال إذا تحبون بالمستقبل صارت سورة العصر، ما سوينا لها سلايدات بس حكينا بيها وكان تحضير جدا متواضع وبسيط، تحبون نسوي سلايدات سورة العصر ما عندي كل مانع بالمستقبل خدمتكم إن شاء الله. فسورة الهمزة هل هي سورة مكية أو مدنية؟ حج نبي تقول مكية. ليش مكية؟ زين نزلة المكة، احنا تهديد وعيد. طيب احنا سبق انه حكينا عن السور المكية والمدنية، يعني بدون الخوض تفاصيل انه هل المكية هي بس نزلت بمكة تعتبر مكية؟ قبل الهجرة وبعد الهجرة. احسن، قبل الهجرة وبعد الهجرة. فقبل الهجرة مكية كلها مكية، وبعد الهجرة مدنية كلها مدنية بعد الهجرة. فمعرفة معرفة زمن او معرفة ظروف نزول السورة ومكان نزول السورة أو معرفة هل هي مكية أو مدنية راح يساعدنا في كثير من الأمور على معرفة سياق الآيات، ومن السياق راح نتعرف إلى أمور كثيرة بالشرح. طبعا الشرح مثل ما بلغت الأخوان والأخوات الموجودين كلهم أنه يعتمد على تفسير الميزان للسماحة الله قدس الله سره السيد محمد حسين طبطبائي رحمة الله عليه. فالسورة مكية والجواب صحيح. السورة بها مثل ما تفضل أبو أحمد وعيد، وبعيد شديد به، ولكن وعيد لمن؟ السؤال حج روف للناس كلها. ويل لكل همزة لمزة، دول اللي يستغيبون الناس اللي يحجون عن الناس بظهورهم. أبو زياد شو تقول؟ والله أيد حج روف. أنا أيد حج راح ياخذك غدا وتأيدك لو هيك أيد. لا راح لا يمكن الهمزة لمزة ذولا الناس اللي يتخامزون ويتلامزون على أعراض الناس على أموال الناس. المورد الخاص بنزول السورة شنو؟ ليش نزلت السورة؟ أكو موارد بيها، أكو مورد خاص في أكثر الأحيان وأكو مورد عام. فالمورد الخاص هو يعني أكو فد سبب من أجله نزلت السورة، والمورد العام هو لكل الناس. إياك أعني واسمعي يا جارة بما معناه. فالمورد الخاص لنزول السورة أبو إبراهيم شنو برأيك؟ أبو لهب. فشي قريب منها، قريب منها، قريب منها. نزلت السورة في جمع من قريش ممن اختاب الرسول، ممن اختاب الرسول. فنزلت السورة في حقهم لأنه كانت الدعوة، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت
دعوة تهز عروش الكافرين وتهز قض مضاجعهم. فلذلك عمدوا إلى أذية الرسول بكل الطرق وبشتى الوسائل قبل أن يعمدوا إلى المؤامرة عليه ومحاولة قتله اللي كلكم تعرفوها. فحاولوا كل الطرق، من ضمن الطرق اللي حاولوا بها هي موضوع الغيبة. وكانت الغيبة يعني تشويه الصورة وما يسمونها مرات بالكاركتر اساسينيشن أيضا، إلها فالدور كبير طبعا بتسقيط شخصية الناس وتسقيط هز صورهم بعيون العالم. ولكن الباري عز وجل طبعا هاي الأمور كلش دقيقة، فمعالجتها جدا مهمة بالمجتمع. نزلت السورة جمع من قريش. ما هي الاستفادة من الأسلوب الإلهي في التصدي للهمازين اللمازين لرسول الله؟ الأسلوب الإلهي إحنا شو نستفاد من عنده؟ هل إحنا نستفاد من عنده في حياتنا؟ يعني إحنا لازم السورة اللي نقراها ناخذ التيك هوم مسج من عنده. إحنا كبشر ماذا نستفاد من الأسلوب الإلهي للتصدي؟ هو إحنا إن شاء الله خلال هالساعة كم تيك هوم مسج نقدر ناخذ؟ وشون راح نقدر نطبقها وشون راح نقدر نستفاد من عنده؟ هي هاي الزبدة. فشنو الاستفادة من الأسلوب الإلهي للتصدي للهمازين؟ استفادة اهتمام الجانب يدل على أمور معينة. من يقدر يحزر مثلا، مو يحزر وإنما هيك من وجهة نظر، العفو من وجهة نظر مثلا اللي يقرأ مثلا السورة ويل لكل همزة لمزة، فأكو في التوعد بالويل، فشنو يعني ليش ده يهتم بالجانب؟ الدلالة على شنو أبو عمار برأيك؟ على الأخلاق. على الأخلاق حلو. محرم تحريم الغيبة حلو. يعني الغيب والمستغيب هذا تجنب الإله، يعني إله فالجانب الإلهي قاعد يصده يصده تحريم الغيب ردع ويل ردع هذا حلو. أولا يدل على عظم قدر النبي عند الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى ينزل سورة بالتصدي يعني الرسالة السماوية للحبيب الله سبحانه وتعالى، هذا الحبيب اللي ما حد وصل منزلته، ما حد وصل منزلة الحبيب غير هذا الشخص. احنا حتى امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعني احنا خبش قد منزلته عندنا كبيرة، ولكن لم يصل الى منزلة الحبيب عند الله سبحانه وتعالى. الحبيب منزلته خاصة. فالرسالة اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه اياه لها دواء لها أساليب دفاعية. فمن ضمن الأساليب الدفاعية للرسالة هو تصدي الجانب الإلهي للذين يعترضون طريق الرسول بأمور متعددة. فمن ضمن الطرق اللي يتصدى الله سبحانه وتعالى بها موضوع الغيبة. فأول شيء تدل على عظم قدر النبي عند الله، فلما يقرأ السورة لازم يدير باله، يعني مو أسهل يجي يغتاب الرسول، لا ترى بها إن شاء الله مسألة تكون جدا خطرة. ثانيا شدة التصدي وقوته، في إشارة إلى أنه ضربة العدو موجعة وهي تستهدف شخصية النبي في إضعاف الدعوة. لذلك التصدي الإلهي جاء موازيا للأذى الذي يلحق النبي، لأنه المسألة مسألة جدا مهمة تتعلق بالرسالة. ولأنه تتعلق بالرسالة ولأنه كانت التحديات الموجودة كبيرة جدا، والسورة اللي نزلت تعالج هالموضوع هذا بالذات، الاستفادة اللي استفادها أو الخلاصة اللي نطلع بها أنه كان الموضوع على قدر كلش كبير من الأذية، بحيث لازم له سورة تنزل في حق هؤلاء الناس وفي حق هذه المشكلة. إذا قلنا السورة نزلت في هذا المورد الخاص فقط، قطعا هي الصورة ليس في المورد الخاص فقط وإنما لمعالجة أمور أخرى أيضا، ولكن في هذا المورد الخاص فقط إذا نتكلم بس بمورد الخاص، دفاع عن النبي دلالة على أنه نزول صورة بهيج موضوع دلالة أنه الضربة كانت كلش قوية من جانب الأعداء. والضربة مو لشخصية النبي لأنه كشخص، لا، وأنها للرسالة. هي هاي المشكلة، أنه الدفاع هو الدفاع عن الرسالة وليس الدفاع عن شخص النبي فقط. وإن كان النبي مثل ما أنا وضحت أنه حبيب الله، كان حبيب الله وكان يستحق كل العناية الإلهية، ولكن الدفاع عن النبي هو الدفاع عن الرسالة الإلهية. ثالثة، تسلية وتصبير لقلب النبي
مثال ذلك ذرهم وما يقولون، يعني هاي من انواع التسليه لقلب النبي، ذرهم وما يقولون، يعني ما يعني لا تكترث بما يقولون، لانه لا تخلي مثلا كلامهم يؤذيك يا ايها الرسول. ويل لكل همزه، نجي على ويل لكل همزه، ما معنى ويل؟ مكان في النار، تنبيه شديد لله. أحسن، هو دعاء بالهلكة. زين، هو من بده يقول ويل؟ الله سبحانه. زين، إذا إحنا البشر لما واحد يدعي على الثاني مرات وقع الكلمة تصير كلش قوية على الجانب المقابل، صحيح؟ فكيف إذا الدعاء جاي من الساحة الإلهية؟ ماذا يعني؟ هذا مسلفاً بعد قول حجمي هذا، قطعاً حجمي هذا واقع لا محالة. إذا أجل دعاء من الساحة الإلهية قطعاً لا محالة واقع، وحجمي الهلاك ما